مجددا، كل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة رمضان أرجو متابعة على اليوتيوب وعلى طبعا بث مباشر من خلال اليوتيوب ومن خلال التليجرام. وحددنا المواعيد طبعا من 1000 الذين يسجلوا، في هناك تنافس بين المدارس، يعني إذا سجلنا من مدرسة 10 يعني لو جانا من مدرسة أكثر من 10 ولكن جاتنا 100 مدرسة فنصيب كل مدرسة 10 ابتدائي طبعا في العالم العربي. الاختبار اللي هو في 5 يعني تبدأ الدراسة في 5 ذي الحجة، بعدين 5 محرم دراسة، بعدين في 5 صفر اللي هو ثالث شهر من عام 1444 يكون الاختبار. طبعا الاختبار للفصل الدراسي عشان نحدد في 6 مواد من اجتاز الامتحان. طبعا ما نتخيل كم الساعة ستكون بسعر رمزي، يعني الساعة تقريبا ب$2 على أساس الساعة المحاضرة. وهناك كذلك القناة ومساعدة، يعني أثناء 4 ساعات متاح للطلبة سماع الحصة في مادة العلوم، في مادة الرياضيات، في مادة الآرت، هذا مسار سماع المسار العلمي. وهناك مسار آرت، يعني الآرت أو الفنون مقسمة إلى 2، يعني مادتين، فن يتبع المسار العلمي وهو التصميم، يعني الفن المقيد يسموه defined art، وفن حر اللي يتبع المسار art اللي هو reading وtechnology، يعني المواد science math art defined art اللي هو design، وفي art free art وreading وtechnology.